طبعا سوينا تصوب بانواع مختلفه من السوب بوكسات 5 اوكتا الثلاث 2 في 3. الحين بسوي سيت اب مختلف بالسوب بوكس، واحده من السيت ابس اللي انا وايد احبها المفضله عندي، تعطي لوك مختلف ناعم لاخر درجه. راح استعمل 5 قدم اوكتا 2 جايين من ورا على المجد، نشوف هني اللايت اللي جاي عليها، هاي التو سوب بوكس. بالاضافه ان هم وايد قريبين من الخلفيه البيضة، ان الخلفيه بعد بتصير فاتحه. اثنينهم على نفس القوه، اثنينهم نفس الحجم. الاضاءه الرئيسيه بتكون 3 قدم اوكتا. فالحين احنا هني عندنا 3 سوب بوكسات كلهم اوكتا. سيت اب انا اسويه احبه، بنشوف شو يعطيني الريزلت. طبعا احب اسوي اديت تونينج عليه شويه، اخفف لون البشره، اخفف لون البشره وانتي لابسه اصفر اللي بيكون اوكي بنتصرف. اول شيء اسوي، انا ما باخذ المره اي ميترينج، مجرد ان انا الحين حطيت الفلاشين على نفس القوه 7 7، وهاي الارقام طبعا ما تشير الا ان هي، فبحط على فتحة 8 نشوف ايش كثر. الاضاءة جاية من ورا، اعتقد لازم ازيد، فاللي بسويه بزيد قوة الفلاش هاف ستوب وببعده اكثر، بلفه لفيته اكثر على حسب، على اساس انه يعطيني خلفيه بيضاء اكثر. للحين في عندنا تسرب انتشار اضاءه بيوصلها، خصوصا ان احنا رفعنا القوه، حاليا ما في اي اضاءه جايه من قدام، ما شغلت الاضاءه الرئيسيه. انا على فتحه 8 بعد نفس الشيء، خلي راسي تسيد قدام بيرفكت عشان تشوف بس الاضاءه شلون توزعت. لف راسك اكثر هناك. اوكي، اعتقد ان احنا عندنا اضاءة ممتازة من ورا جاية، وبنسوي لها تيونينج اكثر. اللي بسويه الحين بشغل الاوكتا 3، اوكتا 3 قدم. في نفس الوقت انا بخلي البوزيشن مال هالاوكتا بالضبط في النص، اللي هو البترفلاي، وبجرب نوعا ما. مثل ما قلت لكم الصوره هذه فاتحه بتكون، بسوي اديت لكم. اوكي، انا على فتحه 8 ستريت. اوكي ممتاز، نشوف الصوره شلون. اعتقد بزيد الاضاءة اللي جاية من قدام هاف ستوب اللي هو نص خطوة، يعني اذا كانت هني 8 الحين سويتها 9 او شيء، بس ما غيرت اي شيء في الكاميرا، مجرد زدته من الكاميرا. اوكي نرفع الكاميرا واروح قريب. اوكي بيرفكت. اوكي مجرد تقدر تسوي بوز بطريقة بيرفكت، خلت شي هاي البوز، اي هاي اللي ابي. شوف الصورة اللي بسويه انا الحين، بروح بعدل الاضاءة مالتي لان لازم تشوف بهالنوع من الصور اكثر ما كثر ما اقدر، بخفف الساتوريشن، الكونتراست بخففه او بزيده، يمكن الاس كيرف برجع الساتوريشن هاي عشان بس ان انا الحين اشوف ايش قاعد اسوي. الوايت بالانس اوكي 5000 تقريبا، واقدر الحين انزل افتح اسوي 7.1 فتحه العدسات شوف شو يصير، نشوف ان الاضاءه شلون ناعمه من جميع الاتجاهات. اوكي الحين ابيك مجده بعينش تطلع الكاميرا، بس لا تحركي راسك او شيء. حلو،
كيوت. اوكي انا الحين حاط العدسه بالضبط عند الاضاءه. بهالطريقه الاضاءه الاماميه بتكون شادولس بدون شادو، عينك تغطت شوي. اذا نزلت ابعد مثل ما انت، ممتاز. ايوه هذه هي. حلو. طالع الكاميرا من ساعة. أنا الحين لازم لو أنجل. بس أنا قاعد أصور ميرلس، مو بلازم أنزل بنفسي، بس بنزل. مجد تستاهل. نفس الشيء رفع راسك طالع فوق. حلو. رفع راسك طالع الكاميرا. ايوه كنا شايفه في روحك. حلو. نلاحظ الصوره شلون هي مختفيه الاطراف من جسمها. نقدر نخفف هالشيء، بس انا حابه. برجع فتحه 8 ونفس البوزات. نفتح العد الشاشه. حلو نفس ما انتي طالع هناك، طالع مكان ستان. طبعا انا اقول البوزات ساعات اسويها انه اقول حق الموديل ايش رايك فيها؟ اوكي اوكي قالت. زين بكل بساطه انا الحين اقدر اسكر الاضاءه الجداميه، الاضاءه اللي من الجدام، او مثل ما نقول الاضاءة الامامية الفرونت لايت المين، ونشوف شو نقدر نسوي. اوكي لف راسك اكثر 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 اكثر، طالع ستريت لك صوب بيرفكت. هذه اضاءتين من ورا بالفايف اوكتا. ممكن اسوي شيء ثاني، ممكن الحين اقول لها رجعي ورا. اوكي خصوصا اذا عندكم استديو يعني مريح تحركون فيه. ايوه كروس ليجز وانحني اكثر بالصوب وبطلع حلج شويه. كانش بتطيحين تنفسي بريف بيرفكت. طالعي اللايت لف راسك طالعي تحت الحين. اوكي خلت شي ثابته. ها هذه الاضاءة الحين يسمونها ساندويتش لايت، هي كانت مساعة قدامها الحين صارت في نصها. ناخذ وايد انجل شوي. شلون؟ اوكي نفس الشيء خلتش. باخذ ايوه لف جسمك ايوه بس ونفس الشيء طالعي طرفه هني. عادة انا اقعد اقول لهم وين تشوفون بالضبط، مثلا موديل طالعي مني، ما اقول لهم طالعوا في الاضاءه دايركت، لا اضاءه قويه في العين. هني طالعي اوكي رايحه. باخذ وايد انجل. انا الحين تقريبا على 50 او صك عينك وبطلع حلج. لفي راس لفي جسمك اكثر. اوكي تشن اب تشن اب. ايوه بعد بعد دريم. ايوه خليك ثابته. ها خليك ثابته 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 مثل ما انت. باخذها بورتريت. اوكي فهذه هي الصورة الأخيرة. بس طلعت اوت اوف فوكس، ما سويت فوكس انا سوري. مرة ثانية نفس البوز. اوكي الحين نحتاج نطالع بالفي فايندر مثل ما انت مجدة. مرة ثانية في شيء غلط صار، ان البتري خلص مال تشينج ذا باتري. ذس ون بي 1 خلص الباتري. بعد زين ما شفتوا اذا خلص البيت من مش واحد.
هاي اضاءة وان لايت. Turn it on. اوكي نقدر نكمل الحين. نفس البوز. Turn up. شوية غير بس اوكي. اوكي. مثل ما انتي ها؟ طبعا ان انا طحت على بوز صح اسح لك يعني. رفعي راسك فوق. وردي راسك شوي علي. That's it. اوكي. البوزات الهادئة لازم ترجعين ورا اكثر. نفس البوز That's it. خلاص. الحين الاضاءة بتوصل وياها اكثر نوعا ما. نفتح 1 2 7.1 و اهم شيء مجده قالت اوكي. ها فهاي هو السيت اب الاخير او مو بالاخير سوري السيت اب مع مجده. شكرا مجده ما قصرتي ونشوفكم في السيت اب اللي عقب. مع السلامه. شكرا. ها هاي لا هاي كات. لا لا ما نسوي كات ما نسوي كات حق بلوبرز. 1 2 3